اهلا بيكم في حلقه جديده من لتانا جيمز توتال وور اتيلا. وفي البدايه احب اشكر كل الناس اللي شاركت معانا واللي عملت لنا لايك واللي كتبت كومنت، وحاولت على قد ما اقدر اكون اكتف وارد على الناس تقريبا واحد واحد. واشكر كل الناس اللي شاركت معانا لانه المشاركه دي بجد بترفع روح الواحد المعنويه وبتخليه يستمر في عمل الفيديوهات، لانه بيحس ان في ناس فعلا بتقدر الحاجه اللي هو بيعملها وبتحب الحاجه اللي هو بيحبها. فدي في البدايه كده احب اشكر كل الناس اللي شاركت معانا، واتمنى انه يستمر دعمكم ليا ويستمر دعمكم للقناه عشان تستمر الروح المعنويه في ارتفاع واقدر انزل فيديوهات تانية. ده في البدايه كان لازم اشكر كل الناس اللي شاركت معانا. موضوع الفيديو بتاعنا النهارده هو احنا هنعمل تقريبا فيديوهين. الفيديو الاولاني بيتكلم عن الاقتصاد وازاي اعمل حضارة قوية، والفيديو التاني هيبقى بيتكلم عن العسكرية وازاي اعمل جيش قوي. واعتقد بالفيديوهين دول هنبقى تممنا لعبة توتال وور اتيلا بكل تفاصيلها تقريبا، يعني على قد ما اقدر او على حسب ما اعتقد يعني. طيب اول حاجة او الفيديو اللي انا هتكلم فيه دلوقتي هو الاقتصاد، وهو هيبقى كبير شوية لانه الاقتصاد حاجة مش قليلة، ولكن لقيت فيه تعليقات كتير او كومنت بتتكلم عن ازاي ابني حاجة معينة، ازاي ازود الاقتصاد، هي دي بتيجي منين، هي دي بتروح منين. فده بالنسبة يعني للفيديو بتاعنا النهاردة. بوجه عام اللعبة مليانة تفاصيل، فالواس ناس ممكن تتلخبط اللي هو ما هياش عارفة هتعمل ايه، اركز في الاقتصاد اركز في العسكرية. على مستوى الاقتصاد في اكتر من وسيلة ان انت مثلا تقوي فيها الاقتصاد بتاعك، اعمل دي ولا اعمل دي، ابني المنشأ ده ولا ابني المنشأ ده، طب اطلع فلوس من دي وطب اطلع فلوس من دي. الموضوع ده دايما بيواجهنا في اول ما بنلعب بنبقى متلخبطين. الاجابة عن النقطة دي او الحل بتاع النقطة دي كان حاجة انا كنت قريتها قبل كده بتقول انه there is no one way for winning، بيقول لك ان لعبة توتال وور اتيلا لا يوجد لها طريق واحد للفوز. لو انت عملت لو انت ركزت في الناحية الاقتصادية مثلا شوية وقللت العسكرية ممكن تفوز، لو انت لعبت على العسكرية ويعني وقللت الاقتصادية شوية ممكن تفوز. على مستوى المجال الواحد لو انت حتى في الاقتصاد ركزت مثلا على منشآت معينة وما عملتش منشآت تانية ممكن تفوز. لو انت عملت مثلا ركزت في حاجات تانية وما عملتش مثلا منشآت مثلا زي الذهب او الريسورسز اللي عندك برضو ممكن تفوز. فاقصد انه لا يوجد طريق واحد للفوز، انت ممكن تصنع النصر بتاعك، تبني الحضارة بتاعتك باسلوبك الخاص، ما بتعملش زي اي حد. لكن اهم حاجة في اللعبة ان انت توازن ما بين العوامل المختلفة الموجودة فيها، حيث انه ايه ما فيش يحصل مثلا كوربشن زيادة، ما يحصلش مثلا امراض تظهر، ما يحصلش عندك مجاعات في الدولة، تقدر تطلع فلوس. فطالما انت قادر تحقق التوازن وتعمل البالانس ما بين العوامل المختلفة الموجودة في اللعبة، اعمل اللي انت عايزه، ابني المنشآت اللي انت عايزها. فدي كانت اول حاجة حبيت اتكلم عنها، انه لا يوجد طريق واحد للفوز، ممكن تفوز باي طريقة، لذلك ما تتلخبطش. اهم حاجة تحاول تركز عليها ان انت تحقق التوازن ما بين المنشآت المختلفة اللي انت هتبنيها. دي كان اول نقطة حبيت اتكلم عنها. تاني نقطة حابب اتكلم عنها هي يعني في البداية كده عشان طبعا احنا قلنا ان الفيديو بتاعنا هيتكلم عن الاقتصاد النهاردة. اول حاجة لازم اتكلم عنها في الاقتصاد هي الفرق ما بين البروفنس والسيتلمنت. كنا قلنا ان البروفنس هي عبارة عن منطقة مكونة من 3 سيتلمنت. البروفنس اللي احنا بنتعامل عنها يعني معاها ديا خلينا نروحها مثلا على واحدة من البروفنس المشهورة مثلا اللي هي البروفنس بتاعت مصر. مثلا البروفنس بتاعت مصر فيها 3 سيتلمنت. البروفنس ديا فيها كل بروفنس بيبقى فيها ريسورس او مورد واحد. طبعا يعني لو البروفنس دي فيها ذهب يبقى المورد بتاع البروفنس دي هو الذهب، لو في واحدة تانية فيها فضة او اسف فيها زيت زيتون مثلا يبقى هو البروفنس كلها ما فيهاش غير زيت زيتون. تمام، لو واحدة تانية فيها مثلا بهارات مثلا يبقى ما فيش غير بهارات، واحدة تانية فيهاش غير خشب يبقى البروفنس كلها ما فيهاش غير خشب. فالبروفنس غالبا بيبقاش فيها غير او دايما بيبقى فيها ريسورس واحد فقط. دي اول حاجة لازم نركز عليها. تاني حاجة لازم نركز عليها انه البروفنس بنتعامل معاها او مع الداتا بتاعتها ككل، يعني البابليك اوردر او السكان او الارقام اللي بتطلع لنا او الداتا اللي بتطلع لنا من البروفنس دي بتعبر عن 3 سيتلمنت كلها.
مفيش اختلاف فيهم، مفيش مثلا لا الرقم ده بيعبر عن المدينة دي بس، الرقم ده بيعبر عن المدينة دي بس، الرقم ده بيعبر عن المدينة دي، لا بيعبر عن كل الايه، عن كل الريجن بتاعتي، عن كل البروفنس بتاعتي. تمام. طيب ايه هي الحاجه اللي والاكل برضو، الاكل عندنا بيعبر برضو عن كل الريجن بتاعي. كذلك الانكم، الانكم اللي هي الموارد او الفلوس اللي بتطلع لي، هي عبارة عن محصلة الفلوس اللي بتطلع من كل المدن الموجودة جوه الايه البروفنس دون. تمام. طيب كل بروفنس بتبقى موجودة ليها 3 سيتلمنت. عشان اقدر ابني دي كده نقطة كده هنتكلم عنها بتفصيل، لكن بسرعة كده نقدر نقول انه عشان اقدر ابني يعني في عندنا موارد زي ما قلنا، عشان اقدر ابني المنشأ اللي بيقدر يستغل المورد ده لازم ابنيه جوه المدينة اللي فيها المورد، مش في البروفنس ككل، يعني مش في اي مدينة في البروفنس، لا ده في المدينة اللي فيها المورد، وبيبقى باين على المدينة اللي فيها المورد المورد بتاعها. يعني اذا كنا شفنا مصر هنا هنلاقي انه المدينة الاخيرة دي هي اللي فيها مورد الذهب، يبقى لازم ابني منجم الذهب جوه المدينة دي. لو رحنا على بروفنس تانية مثلا، خلينا نروح مثلا على بروفنس زي سوريا مثلا، عندنا الاصباغ مثلا موجودة في المدينة دي، لازم عشان استغل المورد ده ابني المنشأ بتاع المورد ده جوه المدينة دي، لو لقيته في اي مدينة تانية مش هقدر استغل المورد ده. فدي النقطة التانية، انه يعني عشان استغل المورد جوه البروفنس لازم ابني المنشأ بتاع المورد ده جوه المدينة اللي فيها المورد، مش في اي مدينة تانية. لما بيبقى عندي يعني دي نقطة كمان، انه لما بيبقى عندي ريجن او بروفنس غير موحدة بتعامل بحاجتي، يعني مثلا عندي مثلا يعني عندي بروفنس مثلا فيها منطقتين ليا ومنطقة لواحدة لدولة تانية او لحضارة تانية، الارقام اللي هتطلع لي هي ارقام بتاعت المنطقتين بتوعي وليست المنطقة اللي هي ليست تبعي. فدي برضو نقطة لازم نخلي بالنا منها، عشان كده الواحد بيبقى حريص انه يجمع البروفنس كلها، يجمع الثلاث مناطق علشان يعني اقدر اطلع او انتج ارقام اكبر من ناحية مثلا الاكل، من ناحية الفلوس، لانه طبعا بما ان الارقام دي بتعبر عن البروفنس ككل، فيفضل ان استخدم كل امكانيات البروفنس، كل امكانيات البروفنس بالثلاث مدن بتاعتها، اقدر ابني مزارع واقدر ابني منشآت تطور لي المنطقة دي في كل المدن بتاعتها. لكن لو انا كان عندي مثلا مدينتين من التلاتة، الامكانية بتاعتها هتبقى محدودة، لان هيبقى انا مسيطر على مدينتين فقط، فمش قادر استخدم المدينة التالتة، ولو انا استخدمتها ارقامها هتتحسن. فلذلك الواحد بيبقى حريص انه يجمع الريجن او يجمع البروفنس كلها. دي في البداية كده كنت عايز اتكلم عن الفرق ما بين البروفنس والفرق ما بين الايه السيتلمنت، اللي هي الفرق ما بين المنطقة والمدينة، او خلينا نقول البلد او المدينة. نقدر نتعامل مع البروفنس على انها بلد، ونتعامل مع السيتلمنت على انها مدينة جوه البلد دي. طيب نبتدي شرح الاقتصاد. انا من وجهة نظري الاقتصاد ينقسم الى 3 حاجات: البابليك اوردر، الانكم، والسانيتيشن. البابليك اوردر هي ارقام انا بعرف يعني ببص عليها فبعرف ايه هي الايجابيات الموجوده في البروفنس بتاعتي او البلد بتاعتي، وايه هي فين السلبيات الموجوده في البروفنس بتاعتي. دايما بنشوفها موجوده في المنطقه دي، بحاول ان انا ازود الايجابيات، واحاول ان انا الاشي او اتغلب على السلبيات، وهحاول اني اشرح كل رقم من الارقام دي بيعبر عن ايه، بحيث ان احنا لما نقرا الكلمه نبقى فاهمين ايه المشكلة اللي حصلت دي. طبعا الحاجات بالسالب والاحمر دي عبارة عن حاجة بالسالب بتقلل من الببليك اوردر، والاخضر عبارة عن حاجات بالموجب، بيطلع لي في الاخر رقم محصل بيتجمع على التوتال بتاعي، فبيطلع لي الرقم النهائي بتاع الببليك اوردر. دي اول حاجة. تاني حاجة موجودة في الاقتصاد هي الانكم، والانكم معناه الدخل، وكل بروفنس او كل بلد بتطلع لي مبلغ من المال بيتضاف مع كل المبالغ المالية اللي بطلعها من كل البلدان بتاعت الحضارة بتاعتي، وفي الاخر بتطلع لي الرقم اللي احنا بنشوفه فوق اللي هو بتاع الانكم، التوتال انكم، واللي بيتخصم منه الاكسبنس اللي هي الارقام اللي بتروح على الجيوش بتاعتي، وبيتبقى في الاخر رقم صافي بستخدمه في تطوير المدن والحضارة بتاعتي وبناء او بناء جيوش جديدة، ويعني في الحضارة بتاعتي عشان اقوي
أقوي وأطور الحضارة بتاعتي. فده الانكم. وهتكلم برضو عن الأساليب المختلفة اللي أقدر أزود بيها الانكم والموارد والفلوس بتاعتي. تالت حاجة هي التكنولوجي والخصائص اللي بقدر أستخدمها أو اللي بتطلع لي من أو بستخدمها عشان أطور الاقتصاد والحضارة بتاعتي. طيب نبتدي نتكلم عن البابليك اوردر. والبابليك اوردر هو رقم بيعبر عن الحاله بتاعه البلد بتاعتي. والحاله بتاعه البلد بتاعتي زي ما احنا كنا اتكلمنا يعني هي اي حاله اي حاجه هتحصل على اي مدينه من المدن الموجوده جوه البلد دي من المدن الثلاثه. البابليك اوردر ده بيبقى عباره عن رقم سواء بالموجب او السالب وبيبقى جنبه وش. الوجه ده لما بيبقى احمر معناها ان الرقم بتاع البابليك اوردر ده بالسالب، الوجه ده لما بيبقى لونه اخضر معناها الرقم بتاع البابليك اوردر ده بالموجب، لما بيبقى الوجه ده لونه اصفر معناها البابليك اوردر رقمه زيرو. لو احنا وقفنا على رقم البابليك اوردر هنلاقي طلعت تفصيله كده بيكتب لي مثلا انستابيليتي مثلا سالب 16 بيلدينجز او سالب 18 بيلدينج زائد 7 فود زائد 7 سالب 7 ديفستيشن سالب 6 وهكذا. كل حاجه كده جنبها رقم، مجموع الارقام دي بيديني الرقم بتاع البابليك اوردر بتاعي. فعشان اصلح البابليك اوردر بتاعت اي بلد لازم ابقى فاهم كل كلمه أو ابقى فاهم الارقام السوالب دي ظهرت عندي نتيجه ايه عشان اصلح المشكله ابقى عارف سبب المشكله فاصلحها. لكن لو انا ما اعرفش سبب المشكله انا ممكن اقعد اصلح في حاجه ما كانتش هي اساسا المشكله، فبالتالي ما فيش نتيجه هتظهر لي. فلازم ابقى فاهم المشكله فين عشان لما اجي اصلح بسرعه والنتيجه بتاعتي تظهر بسرعه واخد نتائج ايجابيه طبعا. فهنبتدي ان احنا نتكلم عن انا حاولت احصر تقريبا كل حاجه موجوده ممكن تكون موجوده في البابليك اوردر وهنتكلم عنها دلوقتي مع بعض ان شاء الله. اول حاجه بتبقى موجوده عندي في البابليك اوردر ودي دايما بتبقى بالسالب هي التاكسز. والتاكسز معناها الضرائب، والضرائب طبعا كل البلدان الموجوده عندي في الامبراطوريه بتاعتي بيبقى مفروض عليها ضرائب. طبعا انا من المكان ده بخش على ديتيلز وبعدين بلاقي حاجه اسمها تاكس بروفنس. لما بقى في التاكس بروفنس دي كل الفلوس اللي انا باخدها من البروفنس دي بتتلغي، فبالتالي رقم التاكس ده بيبقى زيرو لو انا عايز الغي الموضوع بتاع التاكس. طبعا ده بيبقى على مستوى البلد بس، لكن انا مش هشيل الموضوع ده. فده بالنسبه للتاكسز. التاكسز دي رقم زي ما قلنا بيبقى موجود على كل البلدان. لما بعلي التاكس بيزيد، لما بقلل التاكس بيقل، ولكن نتيجه ان احنا حاطين الضرايب بتاعتنا في المتوسط فانا دايما باخد سالب 4 في التاكسز. ده رقم مثلا انا ما اقدرش اقرب له رقم الضرايب ده، لان انا واحد من الناس مش مستعد ان انا اخسر الفلوس اللي الدوله دي هتديها لي. لكن احيانا نتيجه ظروف معينه صعبه طبعا بضطر ان انا اوقف الفلوس اللي انا اقدر اخدها من البلد دي عشان اعلي الرقم بتاع التاكس ده او الغيه طبعا، بحيث انه البابليك اوردر بتاعي يزيد وبعد كده لما الدنيا تستقر ارجع الضرائب مره تانية على المدينه دي. فده اول حاجه عندي اللي هي التاكسز. تاني حاجه عندي الفود. وكنا اتكلمنا قبل كده الفود عندنا فود على مستوى الامبراطوريه وفي فود على مستوى الدوله. الدول لما بيحصل عندها نقص في الاكل بتبتدي انها تستورد من الدول التانية اللي فيها عندها زياده في الاكل. طبعا لو طبعا الفود سيربلس اللي هو موجود عندي فوق ده المجموع الاكل موجود عندي في الامبراطوريه. لو طبعا الرقم ده بقى بالسالب الامبراطوريه هتقع في مجاعه، فدي مصيبه طبعا. فلازم نخلي بالنا انه الامبراطوريه ككل بتطلع اكل كويس، لكن على مستوى الدول اللي احنا قلنا هي البروفنسز طبعا ممكن يحصل ان الاكل بتاع الدوله يقل. فيعني دي مش مشكله على مستوى الامبراطوريه، ولكن على مستوى الدوله دي مشكله او البلد اللي انت ماسكها دي مشكله. فلازم تخلي بالك ان الاكل بتاع البلد دي يبقى متوفر، يبقى بزياده لنتيجه حاجتين. اول مشكله انه بيحصل الكل المبالغ الماليه اللي بتنتجها هذه البلد بتقل 25%، يعني ربع الفلوس اللي انت بتطلعها بتروح على ان انت تستورد الاكل من الدول اللي فيها اكل زياده. فدي خساره ان انت نص ربع مبالغ اللي انت بتنتجها من الدوله دي تروح على اكل. يعني لو انت بنيت شويه مزارع ولا ظبطت الاكل بتاعك هتكسب الفلوس دي، انت اولى بيها زي ما بيقولوا. طيب تاني مشكله بتحصل نتيجه الاكل ان الاكل بيحصل زي ما احنا شايفين سالب كبير قوي. دايما الفود بيديني سالب كبير قوي في البابليك اوردر لو انا ما عنديش اكل، بيديني سالب ارقام كبيره، سالب 18 سالب 7 سالب 16. فبرضه خساره ان البابليك اوردر بتاعي يخرب عشان شويه اكل، ممكن اظبط الموضوع ده. فتاني حاجه عندي هي الفود، نخلي بالنا من الفود. تالت حاجه عندي حاجه اسمها ريليجيوس ديفرنس. والريليجيوس ديفرنس ده برضه رقم لا مفر منه. اللعبه مليانه ديانات،
يعني مذاهب دينية مختلفة، من عندك 4 5 طوائف مسيحية، عندك اليهودية، عندك الديانة بتاعت اللي هم الفورس دي اللي بيعبدوا النار، عندك ديانات كتير، ديانات كتير موجودة في اللعبة. فعشان توحد الدين بتاع بلد معينة ده محتاج ان انت تعمل مجهود مش سهل، يعني انت تبني كنائس كتير وتحط فيها كهنة وتبتدي ان انت تزود الليفل بتاع الكهنة او البريستس بتوعك، فالدين بتاعك يزيد، يعني نسبة الدين بتاعك تزيد ونسبة الديانات التانية بتاعت الناس التانية تقل. فالموضوع ده مش سهل. فبالتالي احنا الهدف بتاعنا ان رقم الريليجيوس ديفرنس، الريليجيوس ديفرنس معناه الاختلاف الديني، ف ان انت تخلي نسبة الدين بتاعك 100% دي شيء صعب شوية. فده رقم مثلا ممكن ان احنا ما نقدرش نتغلب عليه، زي الرقم بتاع التاكسس كده، ان احنا صعب ان احنا نتغلب عليه. انما رقم زي الرقم بتاع الفود ده لازم انت تتغلب عليه، لازم ان انت تتحل المشكلة دي. انما الريليجيوس ديفرنس والتاكسس دول ارقام بالسالب، يعني ممكن انت يعني زي ما قلنا نحاول نعمل بالانس، انا هيظهر عندي سالب في الحاجات دي فحاول ان انا اعوض السالب ده بموجب في حاجات تانية. فده بالنسبة لي religious difference. طبعا بيزوده ازاي لو انا حبيت ازوده؟ يعني طبعا قلنا there is no one way for winning. انت ممكن تبقى انت يا عم انا عايز زود الدين بتاع الدولة بتاع، عايز الناس كلها تبقى مؤمنة بنفس الدين. فانت طبعا لو عايز تعمل الاسلوب ده انت حر، بتبتدي طبعا تظهر قرارات دينية ان انت تزود الدين، تبتدي ان انت تحط كنائس اكتر، تبتدي ان انت تركز على التطورات في الناحية الدينية. فالموضوع ده هيزود الريليجيوس ديفرنس بتاعك، هيقلل اسف الاختلاف الديني ويوحد الدين بتاع الدولة، او على الاقل بيقلل الرقم. يعني بدل ما هو كان سالب 8 هيبقى سالب 6، بدل ما هو سالب 6 هيبقى سالب 2، بدل ما هو سالب 2 هيبقى سالب 1. حلو قوي سالب 1 بدل ما كان سالب 12 يعني. فده بالنسبة للريليجيوس ديفرنس. بعد كده عندنا البيلدينج، والبيلدينج لما بقف على اي هو زي رقم بيظهر نتيجة، غالبا بيبقى بالموجب طبعا، والله احيانا بيبقى بالسالب يعني مش شرط. هو بيبقى نتيجه بيلدينج، طبعا معناها المباني، بيلدينجز معناها المباني او المنشات. والرقم اللي بيطلع من المنشات لما انت بتقف على اي منشأ بتلاقي كده في خصائص المنشأ، ان المنشأ ده بيديني مثلا زائد 2 public order، المنشأ ده مثلا بيديني زائد 2 او زائد 3 في public order، ده منشأ مثلا بيديني سالب 5 في public order. فمجموع الزوائد والسوالب من المنشآت بتاعتي بتطلع للرقم بتاع الببليك اوردر بتاع البيلدينجز ده. تمام. طيب بعد كده عند الرقم بتاع الكاركترز، والكاركترز ده معناها كلمة كاركترز معناها الشخصيات الموجودة، طبعا الشخصيات الموجودة جوه البلد دي. يعني في شخصيات بارزة زي قائد جيش، لو انت معين محافظ، لما الشخصية دي تبقى الرتبة بتاعتها عالية ويبقى شخصية مترقية فبيديني رقم موجب كويس قوي في الكاركتر. ممكن انا استغل الموضوع ده، فممكن مثلا لو انا عندي بروفنس البابليك اوردر بتاعها قليل ابتدي احط محافظ فيها، فبالتالي وممكن احط قائد جيش يبقى موجود جوه البلد دي، فبالتالي نتيجة ان هو رجل مثلا مشهور ورجل كاركتر بتاعته قوية بيديني موجب كويس قوي في الرقم بتاع الكاركتر ده. فده بالنسبة للرقم بتاع الكاركتر. نتكلم بقى كده، عندي حاجة اسمها الميليتري بريزنس، والميليتري بريزنس ده واحد من أشهر الأرقام وأسهل الأساليب اللي انت ممكن تعملها علشان تزود الاستقرار داخل البلد بتاعتك. الميليتري بريزنس معناها التواجد العسكري، والتواجد العسكري ببساطة كده لما انت بيبقى جيشك موجود جوه اي جوه مدينة من المدن بتاعت البروفنس دي، الجيش ده بيعمل على استقرار هذه المدينة وبالتالي استقرار البلد ككل. وده شيء طبيعي انه انت لما جيشك يبقى موجود جوه اي بلد هيزيد الاوردر فيه، هيزيد النظام، هيزيد الاستقرار، فبيديني موجب وموجب كبير. وطبعا لما الجيش بتاعك يبقى مترقي او اكبر حجمه كبير، طبعا يعني الحجم بتاعه كبير والليفل بتاعه عالي كمان والاكسبيرينس او الخبرة بتاعته كبيرة وفي قائد جيش مثلا قوي، هتاخد رقم كبير. احيانا انا كنت بوصل الميليتري بريزنس في بعض الاماكن لزائد 20، زائد 20، احيانا زائد 38 كمان. تخيل لما جيشك يبقى موجود في مكان يدي لك زائد 38، بس طبعا ده في مرحلة متقدمة من اللعبة. فالميليتري بريزنس دي من اسهل الاساليب اللي انت تستخدمها علشان تزود الببليك اوردر بتاعت البلد بتاعتك. في حاجة زيها اسمها ميليتري كراك داون، وميليتري كراك داون معناها ان الجيش بتاعك كأنه بيقول كده ايه، يعني لقم الثغرة الموجودة في المدينة او لقم الجرح الموجود في المدينة.
هي شبه الميلتري بريزنس، هي شبه ميلتري بريزنس شويه، ان انت برضو نتيجه ان جيشك موجود في البلد دي او عدى على البلد دي حل المشاكل بتاعه البابليك اوردر الموجوده، وبيدينا برضو موجب حلو قوي في الايه في البابليك اوردر. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها كونكويست، وكونكويست معناها الاحتلال، ودي بتبقى دايما سالب 20، وبيكتب جنبها next turn only. ومعنى كلمة next turn only معناها الدور القادم فقط، يعني السالب 20 اللي حصل نتيجة الاحتلال ستستمر لمدة دور واحد فقط، يعني الدور الجاي رقم سالب 20 ده هيختفي. هو رقم حصل نتيجة عدم الاستقرار الموجود، يعني هو رقم أول حاجة بيظهر نتيجة ان انت احتليت مدينة جديدة. أول ما بتحتل مدينة جديدة بالذات لو كانت تابعة، لما بتبقى المدينة دي تابعة لحضارة أخرى وبتيجي انت تحتلها، بيحصل رقم سالب 20 conquest الاحتلال، فبيحصل لك رقم سالب 20 وده بيستمر لمدة دور واحد بس، فده الرقم بتاع conquest. طيب عندي بعد كده رقم مهم قوي اللي هو رقم اسمه instability، وinstability كلمة معناها عدم الاستقرار، هي معنى الكلمة عدم الاستقرار، وده رقم بيحصل نتيجة ان انت يا اما احتليت بلد جديدة، يا اما ان انت كان عندك مدينة احتلها حد وانت حررت المدينة دي، جيت انت دمرت الجيش بتاع الاعداء وخدت المدينة دي ليك تاني. فالانستابلتي دي بتبقى نتيجة عدم الاستقرار للبلد بتاعتك، يا اما بلد انت احتلتها يا اما بلد حد تاني احتلها. فعدم الاستقرار دون بيبقى رقم مش قليل، بيبقى رقم كبير، 10 سالب 10 سالب 18، بيبقى رقم مش قليل يعني، بيبقى رقم كبير، وبيبتدي انه يختفي كل دور. فاذا كان مثلا سالب 10 الدور ده، الدور جاي بقى سالب 20 سالب 8، بيحدث استقرار تدريجي داخل المدينة بتاعتك كل دور، وده شيء منطقي. فلازم تبقى حريص بالذات لو انت عندك مدن ان محدش يحتلها علشان ما يحصلش فيها انستابيليتي، بيبقى رقم سالب كبير ملوش لازمة، حصل نتيجة ان انت مثلا حد دخل على احتل البلد بتاعتك يعني. فنخلي بالنا من رقم الانستابيليتي ده، وزي ما قلنا من شوية انه بيختفي كل دور، فده بالنسبة للانستابيليتي. بعد كده عندي حاجة اسمها البانديتري، والبانديتري معناها قاطع الطريق، وفي حاجة تانية برضو شبه البانديتري اسمها ريدينج، وريدينج برضو معناها قطع طريق او غارة يغير يعني. الرقمين دول غالبا بيظهروا نتيجة ان في جيش من جيوش الاعداء جنب البلد بتاعتك، في جيش من جيوش الاعداء جنب احد المدن التابعة ليك، فنتيجة ان الجيش ده جنب احد المدن التابعة ليك بيبتدي انه يقطع الطريق، يبتدي انه يقطع الطريق يعني، فبالتالي بيحصل سالب عندك، فلازم بتحرك جيوشك بقى علشان تطرد هذا الجيش من الحيز بتاع الايه الدولة بتاعتك او المدينة بتاعتك عشان الرقم ده يختفي طبعا. وبرضو بيبقى في حاجة تانية بتحصل ان هو جوه الحيز او جوه الاطار بتاع المدينة بتاعتك، غير انه يقطع الطريق بيبتدي ياخد من الفلوس بتاعة المدينة، بيبتدي انه مثلا لو مدينة بتنتج مبلغ معين من المال، المبلغ ده بيروح منه على الجيش بتاع الاعداء ده، عشان كده بتلاقيهم احيانا بيحطوا جيوشهم جنب المدن بتاعتك عشان ياخدوا الفلوس اللي انت ايه مش بياخدوها كلها طبعا، ياخد جزء من الفلوس اللي انت بتطلعها. اقدر افسر الموضوع ده انه عامل زي انه بيبقى في تجاره داخليه، انت مش كل التجاره بتاعتك بتبقى تجاره خارجيه، يعني في تجاره داخليه ما بين المدن بتاعتك، فهو لما بيجي يقطع الطريق بياخد جزء، بينتقص جزء من هذه التجاره الداخليه ما بين المدينه بتاعتك والمدن المجاوره ليها اللي هي بتاعتك برضو. فهي دي كلمة، فهو ده الباند بتاع banditry السالب اللي بيحصل فيها، وريدينج برضو نفس الحكاية برضو بيحصل لنفس السبب تقريبا. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها immigrants، وimmigrants معناها يعني هي كلمة جاية من immigrations الهجرات، immigrants معناها مهاجرين، مهاجرين دول بتبقى غالبا قبائل، او هي ليها سببين، اول سبب ان بتبقى قبائل زي ما احنا عارفين فيه في اول اللعبه حضارات مهاجره، اشهر الحضارات المهاجره هم الهانز مثلا، بس الهانز دول بييجوا يحتلوا ويدمروا يعني، ما بيبقوش غلابه زي بقيه الحضارات المهاجره. في حضارات مهاجره كده يعني زي ما نقول كده بيبقوا بيهربوا من الشتاء، فبييجوا ينزلوا على المناطق الدافيه في الجنوب اللي انت بيبقى غالبا بتلعب بيها، لو انت بتلعب في منطقه من المناطق الموجوده في المكان دون، بيحصل حاجة اسمها immigrants. تقدر تفسر الموضوع ده ان المهاجرين اللي نازلين دول بيبتدوا ياخدوا يعني بيأكلوا من الاكل بتاعك، بيبتدوا انهم يقعدوا في المناطق بتاعتك، يبتدوا انهم يعملوا جزء من قطع الطريق، حاجة بسيطة كده، قطع طريق بسيط كده. فالرقم ده بيولد لي سالب اسمه immigrants، مهاجرين او هجرات حصلت على المناطق بتاعتي، ده اول سبب للimmigrants.
تاني سبب للإميجرانتس هو انه لو انت مثلا في بلد من البلدان اللي جنبك اتدمرت يعني ايه؟ اتعمل فيها ريزنج وتولع فيها، اتدمرت بالمرة، او انت عملت لها اباندنت اخلاء، يعني نتيجة انها اتدمرت او ان انت عملت لها اخلاء، سكان هذه المدينة هيبتدوا انهم يخرجوا منها ويتوجهوا للمدن المجاورة ليها، فبيحصل عند رقم بيعلى شوية في الاميجرانتس بتاعت المدن المجاورة دي، بس بيقل مع الادوار. فنخلي بالنا ان هو ده يعني السبب بتاع الاميجرانتس. بعد كده عندنا حاجة اسمها uncertainty، وuncertainty معناها عدم اليقين، عدم اليقين في ان انت حاكم من الاخر. وده بيبقى غالبا رقم بالسالب بيظهر على مستوى الامبراطورية كلها. في كده بند كده او امر كده، لما انت بتقف على مدينة رئيسية بتلاقي في حاجة كده مكتوبة اسمها abandoned. abandoned معناها ان انت تخلي هذه المدينة. لما بتخلي مدينة الدور الجاي بتلاقي ان انت اول حاجة بتاخد فلوس نتيجة اخلاء هذه المدينة، تاني حاجة بتدمر المدينة، المدينة دي بتتدمر فبتخليها، انت بتخليها معناها انت بتدمر المدينة بنفسك، انت بتولع فيها بنفسك، تمام؟ فبتاخد فلوس نتيجة انت بتولع فيها، وبيروح كتب لك بالاحمر تحت public order across your faction will be adversely affected by resulting desolation. معناها ان البابليك اوردر بتاع المدن في جميع الامبراطورية بتاعتك هتتأثر نتيجة القرار اللي انت اتخذته ده. انت دمرت مدينة من مدنك، فكل الناس على مستوى الامبراطورية بتاعتك هتحس ان انت حاكم غير كويس، حاكم سيء، ان انت دمرت مدينة من مدنك، خليت الاهل اهالي المدينة دي هاجروا، شردت اهلها من الاخر يعني. فبيحصل حاجة اسمها uncertainty على مستوى كل الامبراطورية بتاعتك، تمام؟ رقم بيبقى مش قليل على فكرة، بيبقى مثلا حوالي -7 مثلا او -6 مثلا، لكن بيبقى جنبه كده بين قوسين -1 per turn، معناها ان -6 الدور ده هتبقى -5 الدور الجاي، -4، -3 اللي بعده، لغاية ما في الاخر تختفي خالص، الناس هتنسى ان انت عملت الموضوع ده. لكن لازم تبقى تخلي بالك ان انت لو اتخذت قرار زي القرار ده لأيا يكون، احيانا واحد بيبقى مضطر انه يتخذ هذه القرارات على فكرة، ممكن واحد يقول احنا ليه نعمل حاجة زي كده اساسا، لكن لا، احيانا انت بتضطر ان انت تتخذ هذا القرار. فنتيجة ان انت اتخذت القرار ده بيحصل مشاكل على مستوى الامبراطورية بتاعتك، لازم تبقى انت مستعد ان انت تواجه المشاكل دي، وتبتدي ان انت تتخذ اجراءات مضادة تضيع السالب. احنا قلنا انه انت في حاجات ما ينفعش ان انت توقفها، ما ينفعش ان انت تمنعها، سوالب كده صعب ان انت تمنعها. فالحل ان انت تولد موجب في بنود تانية تقدر انت تلغي بيها السالب، زي مثلا الميليتري بريزنس، اسهل حاجة شيل جيشك حطه في المكان اللي فيه المشكلة، هتلاقي ان السالب ده اتعادل بالموجب اللي الجيش ده حطه. لذلك قلنا there is no one way for winning، انه لا يوجد طريق واحد للفوز. طالما انت بتحقق التوازن ما بين العناصر المختلفة هتشيل السالب من هنا وتحط بداله واحد موجب من هناك، لا ده انت هتقلل السالب اساسا. فانت حسب الاستراتيجيه بتاعتك، في واحد احيانا الاستراتيجيه بتاعت الواحد بتبقى انه يقلل السوالب، احيانا الاستراتيجيه بتاعتك انك تمنع السوالب، احيانا الاستراتيجيه بتاعتك انك تولد موجب يضيع السالب اللي حصل في بعض البنود دي. انا من وجهه نظري الصح ان انت تعمل كل حاجه، ان انت تولد، ان انت تقلل ارقام السوالب في بنودك، وان انت تلغي البنود السوالب اللي انت تقدر تلغيها. زي قلنا اشهر مثال الاكل، الفود، لما بيحصل عندنا سالب في الفود حاول على قد ما تقدر انت تلغي هذا السالب، تلغيه بالمره ما يبقاش موجود، تمام؟ وتولد موجب في حاجات تانية، زي ما قلنا ممكن تبني منشآت بتزود البابليك اوردر، تبتدي ان انت تطور المنشآت بتاعتك بحيث انها تزود البابليك اوردر برضو، تبتدي ان انت تحط مثلا محافظين ذو شخصية قوية بحيث انه رقم الكاركتر مثلا بتاع البلد بتاعتك يزيد. فهو ده مثلا ده اسلوب او ابروتش ممكن انت تعمله علشان تظبط البابليك اوردر بتاعت البلد بتاعتك. وفي رقم معلش نسيت اقوله، حاجه اسمها ديسوليشن، وديسوليشن معناها الخراب، وده رقم برضو بيظهر نتيجه ان برضو البلد بتاعتك انت عملت لها اباندن او اتولع فيها جيش من جيوش الاعداء، على اشهر الناس اللي هم الهانز طبعا، راح دخل بلد من بلدان وراح عمل لها ريزنج، ولع فيها، دمرها بنفسه. فبيحصل حاجه اسمها ديسوليشن، الخراب، ده رقم بيظهر بالسالب حوالين المدن بتاعتك، وده برضو بيبقى رقم لمده دور واحد فقط،
يعني دور واحد فقط، بيستمر لمدة دور واحد فقط وبعد كده بيختفي. فهو ده البند بتاع ديسوليشن. اخر حاجة عندي في البابليك اوردر من وجهة نظري، يعني من الحصر اللي انا حصرته اثناء اللعب، حاجة اسمها political situation. وpolitical situation معناها الوضع السياسي، وده بيبقى كل كام دور كده بيظهر كده عندك، بتحصل عندك مشكلة في الامبراطورية وبيبتدي يطلب ان انت تتخذ قرار في هذه المشكلة. على سبيل المثال بيقولك احنا مسكنا واحد مثلا كان بيسرق ممتلكات الدولة مثلا، هتعمل فيه ايه ايها الحاكم؟ فتبتدي انت بيديك خيارات، تحب ان انت تقتله، تحب ان انت تعفو عنه، ولا انت تتجاهل هذه المشكلة خالص. نتيجة اتخاذك لأحد القرارات دي بيحصل رد فعل على الامبراطورية. مثلا طبعا الموضوع ده انت يعني انت بتتخذ طبعا قرارك وبتشوف الرد الفعل هيحصل، فبتحاول انت تتخذ القرار السليم على قد ما تقدر. احيانا رد الفعل بيبقى مفاجئ، يعني ممكن انت تقتله يقولك الناس سعيدة ان انت كنت رجل عادل وان انت جبت حق الشعب. ممكن لو انت قتلته يجي يقولك ده الناس زعلانة ان انت حاكم شديد وان انت حاكم مفتري وان انت مثلا ما عملتش محاكمة عادلة لهذا المتهم، كنت يعني رجل ديكتاتور يعني. يعني لو تيجي تضربه يقولك مش عاجب، وما تضربوش يقولك مش عاجب برضه. فالموضوع ده بيبقى عشوائي شوية. بغض النظر نتيجة القرار السياسي اللي انت بتتخذه في هذه المواقف اللي بتواجهك، بيحصل عندك رقم يا اما بالموجب يا اما بالسالب، حاجه اسمها political situation، وبيبقى على مستوى الامبراطوريه كلها. ولو كان الرقم ده بالسالب ما نقلقش، علشان الرقم ده ما بيستمرش، بيقعد دور او دورين بالكتير قوي، وبعد كده ايه بيروح الرقم بتاع الايه البابليك اوردر. وبكده احنا نكون خلصنا البابليك اوردر وتفاصيل البابليك اوردر. تاني حاجه عندنا في الاقتصاد زي ما احنا كنا قلنا، اول حاجه كانت البابليك اوردر، تاني حاجة هي الانكم. والانكم معناها الدخل، وكنا احنا قلنا من شوية ان الانكم هي عبارة عن الرقم اللي بلمه من جميع البلدان بتاعتي جوه الامبراطورية، وبطلع الانكم الرئيسي اللي هو زي ما احنا شايفين فوق 25 ألف مثلا، وبعدين بيتخصم من الرقم ده مبلغ، ده اللي بيتصرف على الجيوش بتاعتي، وفي الاخر بيتبقى لي مبلغ، المبلغ ده هو اللي انا بصرفه على الامبراطوريه بتاعتي. الانكم دون بطلعه من حاجات، عشان اطلع يعني الفلوس دي بطلعها من حاجات. اول حاجه عندي حاجه اسمها الانكم الداخلي بتاع كل بلد. يعني مثلا لو احنا وقفنا على البلد دي هنلاقي انها بتطلع لي انكم هنا، روحنا على بلد تانية هنلاقي انها بتطلع لي القيمه دي من الانكم، روحنا على بلد تالتة هنلاقي انها بتطلع لي القيمه دي من الانكم. فبالتالي مجموع القيم بتاعت الانكم ده لكل البلدان هتطلع لي الانكم الرئيسي الموجود فوق عندي ده. طيب يبقى عشان ازود الانكم الرئيسي بتاع الامبراطوريه لازم ازود الدخل، خلينا نتكلم بقى بالعربي، نزود الدخل بتاع كل بلد من البلدان الموجوده جوه الامبراطوريه بتاعتي. طيب نبتدي ان احنا نتكلم على البلدان الموجوده جوه الامبراطوريه بتاعتي. ازود الدخل بتاع البلدان جوه الامبراطوريه بتاعتي ازاي؟ اول حاجه اتكلم على اساليب زياده الدخل. اول حاجه التاكسز. تاكسز معناها ضرائب، وكنا قلنا ان التاكسز دي من هنا بنقدر ان احنا نلغيها وبنقدر ان احنا نزودها، اسف نشغلها ونقفلها على مستوى الايه، على مستوى البلد او على مستوى البلد يعني او البروفنس. ممكن ازود قيم التاكسز من هنا، بخش على تريد اند فاينانس، وبعد كده بلاقي حاجه اسمها التاكس ليفل. التاكس ليفل لو انا زودته طبعا زي ما احنا شايفين هنا بيبتدي يقول لي انه حصل سالب 4 بابليك اوردر على مستوى الامبراطوريه بتاعتك. ولو احنا كنا فاكرين في البابليك اوردر كنا قلنا انه في سالب كده بيبقى في البابليك اوردر اسمه تاكس، ده بيبقى نتيجه الضرائب اللي انا فرضها على الدوله. لو انا مش محتاج ان اخد فلوس من الدوله دي خالص عشان مثلا عايز اظبط الاوردر بتاعها، ببتدي ان انا الغي الفلوس اللي باخدها منها عن طريق ان انا اوقف الايه التاكسز اللي باخدها او الفلوس اللي بتنتجها هذه الدوله، وقلنا ان الخيار ده غير مستحب. هنا بقى بزود قيمة التاكسز او الضرائب الموجودة على الامبراطورية بتاعتي. فلو انا روحت ناحية الموجب، طبعا انا كنت في الوسط، لو انا روحت ناحية الموجب هبتدي الاقي في سلبيات كتيرة بتحصل عندي. يعني هيحصل عندي سالب 10 public order على مستوى الامبراطورية، هيحصل عندي سالب 1 في الجروث. ولكن في المقابل باخد فلوس كتير قوي، يعني باخد فلوس كتير جدا. فهو من هنا بقدر ازود قيم التاكسز. فدي اول اسلوب علشان ازود الانكم بتاعي، وانا لا استحب هذا الاسلوب، افضل انه دايما قيم التاكس تبقى في الايه في المتوسط.
لان انت صعب ان انت تسيطر على الموضوع ده، لكن ده حل اذا قدرت تعمله اعمله. تمام. طيب تاني حاجة تقدر تزود بيها الانكم او الدخل بتاعك البوليتكس، الاقتصاد، السياسة. اشهر حاجة في العلاقات السياسية اللي انت بتعملها مع البلدان حاجة كده اسمها زي ما كنا قلنا تريد اجريمنت. تريد اجريمنت معناها معاهدة تجارية، والمعاهدة التجارية دي بتبقى ان انت بتدي الموارد اللي انت عندك فيها زيادة بتروح مصدرها للبلدان الحليفة ليك، والبلدان اللي عندها موارد تانية بتروح مصدرها ليك، وفي الاخر بتاخد مبلغ من المال كل دور. يعني بيبقى من اهم العلاقات الاقتصادية اللي بتطلع لك فلوس وبتزود العلاقة ما بين البلدان هي التجارة. فده برضو سبيل ان انت تحصل على مبلغ مالي محترم كل دور من علاقاتك مع الدول المختلفة اللي انت ايه اللي انت متحالف معاها. طبعا لو في دولة من الدول كانت بابت ستيت ليك هي بتبقى اوتوماتيك بتعمل معاك تجارة. فده بالنسبة لي ده بالنسبة اللي هو التجارة او العلاقات السياسية. فده تاني حاجة من اساليب الدخل. يبقى قلنا اول حاجة الضرائب، تاني حاجة التجارة. تمام. طيب تالت حاجة واهم حاجة واشهر حاجة واتقل حاجة وهي الاساس اساسا، يعني المنشآت اللي انت بتبنيها. المنشآت اللي انت بتبنيها هي اللي بتطلع لك المبالغ المالية الرئيسية جوه الدولة. طبعا احنا عندنا لما هنتكلم على المنشآت بتفصيل شوية، لما انت بتخش على البلد بتاعتك هتلاقي فيها 3 مدن. تمام. كل مدينة فيها عدد معين من المنشآت. لما بتيجي ان انت مثلا بتشوف انواع المنشآت اللي عندك هتلاقي ان انت عندك انواع كتير من المنشآت. عندك منشآت زراعية، عندك منشآت سيتلمنتس مكتوب عندك هنا، عندك سيتلمنت اللي هي المدينة الرئيسية، في عندك بعد كده اندستري معناها المنشآت الصناعية، في بعد كده عندنا ميليتري منشآت عسكرية، ريليجن منشآت دينية، سانيتيشن منشآت بتاعة النظافة او اللي بتزود النظافة، وده هنتكلم عنها بعد شوية ان شاء الله. في عندك بورتس مواني، عندك ريسورس معناها المنشآت اللي انت بتبنيها علشان تستغل الموارد الموجودة عندك داخل المدينة او داخل البلد. فدي عندنا انواع كتير من المنشآت هنتكلم على كل واحد فيها. نبتدي بالفارمنج، المزارع. لما بتيجي بتقف على اي منشأ بتلاقي طبعا ان انت اول حاجة بتبتدي ب حاجة مثلا بتلاقي زي فلوت شارت كده انت بتقدر تمشي فيه في السكة اللي انت عايزها. كل طريق ليه مميزات وليه عيوب، انت بتختار المميزات والعيوب، بتختار المميزات او بتختار المنشأ او الطريق اللي انت عايز تمشي فيه على حسب خصائص الارض اللي انت، طبعا احنا بنتكلم على الزراعة، خصائص الارض اللي انت شغال فيها. فاذا كانت مثلا الارض بتاعتك ريتش فبتبتدي ان انت تعمل منشآت زراعية الفيرتيليتي يعني بتديك فود وبتدينا ويلس كبير على مستوى الفيرتيليتي بتاعت الارض. لو انت بتتعامل في ارض كانت الخصوبة فيها انفرتايل مثلا او كانت افريج مثلا بتبتدي ان انت تبني منشآت يعني بتعتمد على نسبة، لا يعني درجة اعتمادها على نسبة خصوبة الارض قليلة، زي مثلا مراعي الجمال، مراعي الاحصنة، الحاجات دي ما بتعتمدش على خصوبة الارض قوي، فانت ممكن تبنيها في الاراضي اللي ما بيبقاش فيها خصوبة عالية، انت عايز تاخد اكل مباشرة من الثروة الحيوانية او مبالغ او فولس مباشرة من الثروة الحيوانية. طبعا المنشآت الزراعية هي من انجح المنشآت اللي انت ممكن تعملها لانها بتفيدني في حاجتين. اول حاجة بتفيدني فيها انها بتديني اكل، تاني حاجة بتفيدني فيها انها بتديني ويلث ثروة فلوس، وبتبقى اسمها agriculture wealth يعني مبالغ مالية انا انتجتها من الزراعة بتاعتي. فده بالنسبة للمنشآت الزراعية. بالنسبة لي بس مشكلة المنشآت الزراعية انها دايما بتديني سالف في public order وسالف في الايه في السانيتيشن في النظافة بتاعت البروفنس مما يولد الأمراض. لذلك لازم أخلي بالي إن أنا زي ما قلنا نعمل البالانس بتاعنا في البابليك أوردر، السوالب اللي هتنتجها المنشآت الزراعية دي أعوضها بموجب في حاجات تانية. تمام ماشي. ده بالنسبة للمزارع. تاني حاجة السيتلمنت، والسيتلمنت دي عبارة عن المدينة الإدارية بتاعتي. دي بتبقى حاجة كده،
طبعا كل حضاره ليها المنشات بتاعتها. يعني مش عايز اتكلم على تفاصيل المنشات عشان انا عايز اتكلم على حاجه ان جنرال يعني بوجه عام. ولكن مثلا انا هنا بالنسبه لي عندي حاجه اسمها ادمنستريشن وسيتي سنتر مثلا، ممكن ابني كابيتال والكابيتال دي او بتتطور لحاجات. انت اسلوبك في الاختيار بتبتدي تبص مثلا على المميزات اللي بيعملها كل خط في الحاجات دي. فاذا كنت وقفت هنا على هنلاقي جوفرنر هاوس ده بياخد لي سالب 20 في الاكل بس بيديني فلوس كويسه قوي 300 فروم كلتشر، بيديني زائد في التاكسز، بيديني زائد في البابليك اوردر. لو انا محتاج المميزات دي اختار البند ده، لكن بيديني سالب 20 في الاكل. فخلي بالي ان الارض اللي انا حامل فيها الخيار دون تبقى فيها اكل كويس. مثلا الخيار التاني فيها سالب 15 في الاكل، اقل شوية في الاكل. فبالتالي مثلا لو الارض دي نسبة انتاجها للاكل متوسطة ممكن اختار الخط دون وهكذا. في عندك خط تاني خالص اللي هو بتاع سيتي سنتر. سيتي سنتر ده مليان بقى خيارات، انت عندك ممكن تعمل حاجات كتير فيه وكل حاجة ليها مميزاتها. وتخلي بالك ان انت تلاشي العيوب اللي هتنتج من الحاجات دي. تمام. طيب بعد كده عندك اندستري، واندستري طبعا معناها الصناعة، وبرضو هتلاقي عندك منشآت صناعية ليها مميزات وليها عيوب. هتلاقي مثلا طبعا اكبر ميزة ليها انها بتنتج لك ثروة كبيرة جدا، واسوأ عيب ليها ان بتلاقي فيها طبعا سوالب في البابليك اوردر وسوالب في السانيتيشن او النظافة اللي موجودة في البلد بتاعتي. طبعا السوالب بتاعت البابليك اوردر دي بتظهر لي فين؟ بتظهر لي في البيلدينج، البند بتاع البيلدينج اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. كنا قلنا اما بيبقى بالموجب اما بيبقى بالسالب. فالسوالب في البابليك اوردر في البابليك اوردر اللي بتحصل اللي احنا بنشوفها في تفاصيل المنشأة دي بتظهر معايا في الرقم بتاع بيلدينج جوه الايه البابليك الارقام بتاعه البابليك اوردر. طيب ده بالنسبه للاندستري. بعد كده عندنا الميليتري. طبعا الميليتري دون بيبقى فيه بقى المنشآت العسكريه، ودي غالبا بتبقى منشآت ما بتاخد ليش من الفود من الاكل ولا بتاخد من البابليك اوردر، لكن بتبقى محتاجه ان انا اصرف عليها فلوس فبتاخد من الفلوس بتاعه البلد اللي انا فيها. ف وطبعا المنشآت دي ميزتها انها اول حاجه بتطور الجيوش بتاعتي وبتخليني ابني مثلا جيوش اقوى، اوصل لانواع من الوحدات العسكريه بتاعتي مكان مش يعني ليفل عالي طبعا من الوحدات العسكريه بتاعتي. كل ما بتطور في الليفل بتاع الايه المنشآت العسكريه المختلفه اللي عندي. طبعا انا قدام مثلا ثلاث خطوط، هلاقي خط للسيوف وهلاقي خط للاحصنه وهلاقي خط للايه للحاجات السكيرمش اللي هي معاها اسهم. فده بالنسبه لي المنشآت العسكريه. في منشآت تانية عسكريه برضو ثلاث خطوط، دي معتمده على التطوير، ان لما جيشك بيخش هنا بيتطور. هنلاقي حاجات بتدي دروع، هنلاقي حاجات بتديني منجنيق، هنلاقي حاجات مثلا بتديني اكسبيرينس يعني خبره، بتدي للجيش بتاعي خبره ورانك وحاجات حلوه كده. فده بالنسبه للميليتري المنشآت الميليتري. بعد كده عندي الريليجن. الريليجن برضو عندي ليها اكتر من خط، دي حاجات زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، حاجات بتزود لي الديانه جوه البلدان بتاعتي، وبالتالي بتقلل لي زي ما كنا شفنا قبل كده في البابليك اوردر الريليجيوس ديفرنس. وفي بعضها بيدي اكل وفي كتير منها بيدي زائد في البابليك اوردر. فدي حاجات بقدر استخدمها عشان اضبط ارقام البابليك اوردر اللي عندي وازود الديانه في البلد بتاعتي ككل. بعد كده عندي السانيتيشن ومنشآت السانيتيشن، وانا حاسبها لغايه ما اتكلم على بند السانيتيشن. عند البورت، البورت هي المواني، وانا دايما بيبقى عندي ثلاث انواع من المواني. عندي تريد جيتيز، ودون الخط بتاع التجاره. انت ممكن تخلي الميناء بتاعك ميناء تجاري، طبعا ده زي ما احنا شايفين بيركز اكتر على العائد المالي او النقدي اللي هيحصل او اللي انا هستفيد منه من الميناء اللي انا بستخدمه. في عند الخط بتاع الفيشنج انه يبقى ميناء لصيد السمك، وده بيبقى بوجهة اكتر يعني، او بيبقى بيركز على ان انت تاخد في اكل من الميناء دوما. يعني لو انت عندك مشكلة في الاكل ممكن تركز على الخط ده.
في خط تاني اللي هو ميليتاري جيتيز، ان انت تبتدي ان انت تبقى المينا بتاعك مينا عسكري، فتبتدي ان انت تعمل سفن عسكريه او سفن حربيه قويه ذات ليفل عالي، الاكسبيرينس بتاعها والخبره بتاعتها قويه، فيها وحدات حربيه ليفل قويه برضو. فده بالنسبه لي الميليتاري جيتيز، وانت بتختار على حسب الوضع اللي انت فيه اللي انت هتستخدمه. اخر نوع من المنشآت هي منشآت الريسورسز، وزي ما احنا كنا اتكلمنا وزي ما احنا شايفين في الخريطة اللي قدامنا ان العالم اللي عندي موجود فيه موارد، وكل بلد فيها مورد من الموارد، وكنا قلنا انه علشان انا استفيد من المورد اللي موجود جوه البلد، طبعا انت حر، انت عايز تستفيد من المورد استفيد منه، مش عايز تستفيد من المورد ما تستفيدش منه، تمام؟ فكل مورد جوه البلدان دي، ايه فايدة الموارد؟ اول فايدة ليها ان انت بتستخدم الموارد دي في التجارة الخارجية، في البوليتكس. لو احنا فاكرين لما بعمل معاهدة تجارية بديله البضائع اللي عندي، وهو بيديني البضائع اللي عنده، البضائع دي هي الايه؟ الموارد اللي احنا بننتجها جوه الامبراطورية. فكل ما بتنتج موارد اكتر، كل ما بيزيد التجارة بتاعتك مع الدول التانية. دي اول حاجة. تاني حاجة انه انت الموارد اللي عندي دي، المنشآت بتاعت الموارد دي بيبقى ليها مميزات كويس قوي، انها بتنتج الموارد دي بطريقة اكبر، وفي نفس الوقت بتديني ويلز، بتديني ثروة مالية، كأني بستخدم الموارد دي لنفسي يعني. فهي هو ده بالنسبة للموارد. طبعا هنلاقي عندي انواع كتير من الموارد، عندي موارد، عندي ذهب، عندي زيت زيتون، عندي جواهر، عندي سبايسز اللي هي بهارات، حديد، خشب، رخام، عندي ملح، عندي في بتاع ده حرير، عندي ايه تاني تقريبا هي دي الموارد، تقريبا هي دي الموارد، تمام؟ فهي دي الموارد الموجودة عندي. ممكن اقف على اي بقى، نبتدي بقى نتكلم ازاي استغل هذه الموارد. لو انا مثلا هروح على مثلا بلد زي مصر مثلا، فين المكان اللي فيه الموارد هنا؟ بروح داخل هنا بشوف ايه البلد دي هي اللي فيها المورد، فاروح رايح لها، هلاقي ان علامة المورد موجودة فوق، ببتدي ابني المنشأ اللي بيقدر انه يعني يستخدم هذا المورد. لا عندنا في منشآت لما ببنيها بتستخدم هذه الموارد. لو روحنا على بلد تانية مثلا زي ليبيا، هلاقي ان انا عندي الـ 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 المورد بتاعي موجود في هو زيت الزيتون، وموجود في المدينة دي بوتليميس دي ولا بوتلميس دي. وعشان استغل هذا المورد ابتدي ابني المنشأ اللي بيستغل المورد ده، تمام؟ طبعا لسه ما بنيتوش، فمش عارف استغل هذا المورد. فهي دي طريقة استخدامك للموارد. فاحنا عندنا زي ما قلنا انواع كتير من الموارد، كل نوع من الموارد دي للمنشأ اللي بيطلع هذا المورد وبيطوره وبيصنعه عشان اخد منه مبالغ مالية كتير او ثروة من هذا المورد. وبكده احنا نكون خلصنا البند بتاع الكونستراكشن. ممكن ابقى اعمل فيديو قدام ان شاء الله اتكلم عن تفاصيل كده صغيرة جواه، لكن ده بوجه عام البند بتاع المنشآت اللي عندنا. تالت حاجة عندنا هي السانيتيشن، وكانت هي رقم تلاتكم. احنا قلنا اول حاجة هي البابليك اوردر، تاني حاجة هو الانكم، تالت حاجة السانيتيشن. والسانيتيشن معناها النظافة او التعقيم يعني. وده بيبقى جنب كل مدينة من المدن داخل الستلمنت بتاعتي علامة زي النافورة كده، لما بقف عليها بلاقي حاجة اسمها current sanitation، وبعد كده current squirrel، وبعد كده total sanitation. current sanitation معناها يعني رقم النظافة الحالي، current squirrel معناها رقم التلوث الموجود الحالي، التوتال هو عبارة عن طرح الاتنين من بعض. فبقى مثلا في مثلا المدينة دي عليها مثلا انه رقم النظافة 2 ورقم التلوث 1، فبالتالي الرقم بتاع الايه النظافة ككل هو 1، لان 2 ناقص 1 هو عبارة عن 1. الهدف ان انت دايما تخلي السانيتيشن بتاعك زي ما احنا شايفين لونها اخضر، تمام؟ ورقم السكوارل بتاعك دايما بتزود الموضوع ده عن طريق ان انت بتبني منشآت النظافة، سواء كانت منشآت مائية، حمامات، مجاري مائية، تشق ترع. في كده منشآت السانيتيشن دي ليها خط كده من الخطوط الموجودة في المنشآت، نخلي بالنا منه. لما انت ما بتبتدي ان انت تهمل المنشآت الصحية او منشآت النظافة دي،
وتركز على الصناعه وتركز على التجاره وتركز على العسكريه وتهمل هذا الشق، بتبتدي ان انت تلاقي ان السانيتيشن السكوالر بتاعك زاد بقى زياده قوي، اللي هو درجه التلوث. وبعدين بتلاقي انه طبعا السانيتيشن بتاعك ثابت، فبالتالي بقى التوتال سالب، فبالتالي النافوره بقت حمراء. كمان كام اربع تلات اربع خمس ادوار كده هنلاقي انه تحول عدم النظافه ده الى ظهور مرض. فمن لا علامه جمجمه خضراء كده ظهرت على المدينه، بتبتدي في المدينه وبعد كده بتنتشر المدينه اللي جنبها، بعد كده بتنتشر في المدينه اللي جنبها لغايه ما يسيطر على كل البلد. بعد ما يسيطر على البلد ممكن بعد كده نتيجه ان ممكن يروح على البلدان اللي جنبك. طبعا ده بيبهدل الدنيا، اول حاجه بيعمل مشكله في البرودكشن اللي بيطلع، يعني المبالغ الماليه او الويلس او الثروه اللي بتنتجها هذه او هذا هذه الدوله يعني او هذه البلد، بيقل بدرجه كبيره. تاني حاجه بيبتدي انه يقتل لي لو جيشك موجود، جيشك بيلقط المرض، لو جيشك لقط المرض بيبتدي انه الجنود اللي جوه الجيش يموتوا، فده بخسارة يعني كل كمية الناس اللي بتموت دي. بعد كده عندك انه المرض لن يتوقف داخل المدينة بس، بل ده بينتشر لكل المدن بتاعت البلد بتاعتك، وبعدين ممكن ينتشر لبلدان تانية نتيجة التجارة. ونتيجة مثلا لو انت جيشك كان لقط المرض وراح لبلد تانية ما كانش فيها المرض، ممكن المرض يروح للبلد التانية. فنخلي بالنا من السانيتيشن، نخلي بالنا ان منشآت السانيتيشن دي دايما تتطور. دايما نبص لما نيجي نبني اي منشأ بتاع بالذات المنشآت الزراعية والمنشآت بتاعت الريسورسز، لان دايما المنشآت دي هي اكتر منشآت بتاخد او بتزود لي درجة التلوث. المنشآت بتاعت الاكل، المنشآت الزراعية كلها، والمنشآت بتاعت الريسورسز زي المنشآت اللي بتعمل لي الذهب، المنشآت اللي بتعمل لي الحديد، اللي كلنا قلنا ان احنا بنبنيها في الاماكن بتاعت الموارد دي. زي ما احنا بنشوف كده في خصائص هذه المنشآت ان دايما المنشآت دي بتديني سالب كبير شويه في البابليك اوردر وسالب كبير شويه في السانيتيشن بتاع البلد دي او بتاع المدينه دي. السانيتيشن بنتعامل على مستوى المدن وليس على مستوى البلد. فاذا كانت البلد فيها ثلاث مدن فانت بتتعامل بالسانيتيشن على مستوى المدينه. في بندين في السانيتيشن، لما انت بتيجي تبني اي منشأ مائي او منشأ للنظافه بنلاقي انه دايما بيجي يقول لك سانيتيشن اكروس اول بروفنسز وسانيتيشن بس. سانيتيشن بس معناها انه بيزود درجه النظافه داخل المدينه اللي انت بنيت فيها المنشأ بس. لما بتلاقي كلمة sanitation across all provinces معناها انه بيدي نظافة لكل المدن اللي موجودة داخل البلد بتاعتك. فده موضوع كويس، لان انت ممكن تبني مثلا منشأ مائي في اي مدينة من المدن اللي داخل البلد بتاعتك، والمنشأ ده يبتدي انه ينظف حتى المدن التانية. طبعا ما بيبقاش نفس الرقم، يعني مثلا اذا كنا قلنا يجي مثلا على ليفل معين يجي يقولك ايه ده بيدي نظافة للمدينة اللي هو مبني فيها 10 وبيدي نظافة لكل المدن التانية 5، فتلاقي ان كل المدن التانية واخدة زائد 5 نظافة نتيجة ان المنشأ المائي ده معمول في مدينة تانية خالص، لكن المدينة اللي هو اتعمل فيها واخدة 10. فيعني فدي برضو نركز على موضوع السانيتيشن والنظافة، وعشان الامراض بتاعتها ما تنتشرش. طب افرض المرض ظهر وانتشر، ايه الحل؟ اول حل لازم تعمله لما المرض بتاعك يظهر، اوعى تخلي الجيش بتاعك يخش جوه المدينة اللي فيها المرض. اوعى، لو الجيش بتاعك دخل المدينه اللي فيها المرض ولقط المرض نص جيشك هيموت تقريبا، فدي مشكله ومش هتعرف تعمل له حاجه خالص عشان تودي المرض منه. انما المدينه اقدر اعمل لها، يعني المدينه هنقول دلوقتي هنعمل معاها ايه، لكن الجيش لو لقط المرض مفيش حل، هيموت نصه. فنبعد دايما الجيش من اي مدينه فيها امراض، دي اول حاجه. تاني حاجه على مستوى المدينه زي ما احنا قلنا بنركز على المنشآت اللي بتعمل زياده في السانيتيشن او النظافه بانواعها المختلفه. طبعا اختار الطريق اللي انت حبه اللي يتناسب مع قدراتك. في مثلا منشآت مائيه يجي يقول لك ده انت هتدفع عليه صيانه فقط، يعني هياخد من الموارد الماليه بتاعت البلد اللي هو هيتعمل فيها او المدينه هيتعمل فيها. في منشآت مائيه يقول لك لا ده انا هاخد اكل، هاخد سالب 20 اكل كل دور. فسالب 20 اكل ده مثلا انت ممكن تعمل المنشأ ده في البلدان او المدن اللي فيها نسبه الاكل بتاعها عاليه بتطلع انتاج اكل كتير،
انما مثلا في بلد في ما ينفعش مثلا ابني بتاع الاكل ده في بلد الخصوصيه بتاعتها وحشه مثلا, او انتاج الاكل بتاعها وحش. طب انا هبني منشا معتمد انه هياخد لي 20 اكل كل دور وانا عندي مشكله في الاكل اساسا, ملهاش لازمه. ابني منشا تاني بيعتمد على الفلوس. فنخلي بالنا في اختيار نوع المنشا المالي اللي انا هبنيه جوه البروفنس على حسب الحاله بتاعت البروفنس اللي انا هبني فيها. ده بالنسبه لي النظافه والمنشات المائيه. قلنا عشان نتجنبها نبعد جيشنا بسرعه من هناك لغايه ما الموضوع يقل. تاني حاجه ابتدي اطور المنشات الايه المائيه والمنشات الصحيه اللي انا عاملها داخل هذا البلد اللي انا عاملها, وحتى البلدان المجاوره, عشان امنع تولد نفس الموضوع مره تاني. وبكده تقريبا نكون خلصنا شرحنا للاقتصاد ولازاي ان احنا نزود القدرة الاقتصادية بتاعت الحضارة بتاعتنا والامبراطورية بتاعتنا. حاولت ان انا اغطي كل الحاجات اللي ممكن تواجهنا في الموضوع دون. في نقط عديناها بسرعة, الموضوع كبير, يعني حاولنا ان احنا نلم كل حاجة في وقت يعني قليل شوية مقارنة بكبر الموضوع. اتمنى الناس تكون قدرت انها تستوعب الموضوع, قدرت اوصل لهم اللي هم محتاجينه. اي حد عنده اسئله يا ريت يوجهها لي وانا هكون حريص ان انا ارد عليها. احب اشكر تاني كل الناس اللي شاركتنا في الفيديوهات اللي قبل كده, واحب اشكرهم تاني في اخر الفيديو, واحب اقول لهم اتمنى ان تستمر مشاركتهم لينا وتستمر المشاهدات وتستمر اللايك ويستمر الكومنت. اكتر حاجه الكومنت, بحب لنا الكومنتات. اتمنى الناس تعلق على الفيديوهات, وان شاء الله هنشكر الجميع ونذكرهم بكل خير. واقابلكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.